السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الإخوان، كل شيء بخير وعلى خير، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. الإخوان، بغيت نبارطاجي معكم اليوم نهار ديال الخدمة مع الطيور. مين كنقول نهار، ماشي نهار كامل، لأن عندنا غادي خارج الخدمة. أنا دابا هادي 6 ديال الصباح. اللي غادي نبغي نبارطاجي معكم هو طريقة الخدمة ديالي مين كنكونوا عندنا الخدمة برا الدار، خدامين ولا كنقراو ولا هذا. انا بزاف ديال الاخوان كيتسالوني كيفاش كنديروا زعما بالنسبه للجيستيون ديال الوقت. بالنسبه للجيستيون ديال الوقت سهله، خاصك تكون شويه منظم، لان ملي كتكون عندك الوقت قليل اللي خاصك تدوزو مع الطيور، اذا ما كنتيش منظم شويه كيغلبك الحال. اذا كما كتشوفوا انا هادو وجدتهم البارح قبل ما الناس، كنبغي نخلط الباطي، نبغي نخلطو قبل ما نعطيه، ولكن كنكون موجد شي حوايج منهم هاد. شنو غادي نعطي؟ المكملات. اذا انا غادي نعطي لوفير دو بيير بروبيوتيك والبروتين وبريد ماكس وخلاص البيض اللي غادي نحك، وهاد الباطي هادو اللي حليتهم هاد الصباح دابا معايا باش نوريكم. اذا هادو راهم اللي غادي الماكله اللي غادي نعطيك. بيان سور كنمشي كنزيد سميتو لي غران جيرمي. لي غران جيرمي كما ما كيكونش عندي الوقت باش انني نخدم لي غران جيرمي، نبقى نجللهم هذا في النار الا ما كنكونش في الدار. كندير انا لي غران جيرمي كونجلي كما كتشوفوا، هما لي غران جيرمي كونجلي، كنصوبهم على تيساع وكنكونجليهم، وبالليل قبل ما ننعس كنجبد وحده كنحيدها من الكونجيلاتور كنديرها في الثلاجه، باش انني ملي كنجي الصباح كنبغي نخلط راه كنحركها هادي وراه كتولي مزيانه بحال اللي يلاه مصوبه. حنا غادي نوريكم ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا اخوان هادو لي غران جيرمي كما قلت لكم، بكل بساطه كنضربهم كنحلهم. كما كتشوفوا هما بحال يلا شللتهم، وغادي نعطيهم وغادي نقدمهم للطيور. اما انا ما كيقدنيش الوقت انني نبقى نخلط لي غران جيرمي كل نهار، خاصك تبدا دير ديال الغد ليه ولا ديال يومين من وراها، لان حنا كنعرفوا لي غران جيرمي في 24 ساعه ولا دابا راه الحال بدا كيسخن 24 ساعه راه مزيانه، ولا 48 ساعه كاع ماكسيموم. اذا خاصك تبقى تشلل، خاصك دير ديال هاد النهار اللي جاي و ميم طون تبدا ديال النهار الاخر، باش ديما يكون عندك لي غران جيرمي. اذا ما عنديش الوقت كندير على تيساع لي غران جيرمي، كنوجدهم ملي كيكون عندي الوقت كنكونجليهم، و ديك الساعه كنبقى نجبد من الثلاجه. هاد الطريقه كنخدم بها دابا، ماشي اول مره. اذا الحمد لله راها خدامه معايا وما عنديش مشكل. كنهرس على هاد لي غران جيرمي البيضه ديالي. البيضه طبعا كما درنا في واحد الفيديو، انا كان ندير البيض 18 دقيقه في الماء بارد. ملي كندير الماء بارد ندير فيه بيضه وكنديرو يغلى 18 دقيقه. لو طريقته كاين اللي كيحك البيض، كاين اللي كيبعزو مع الفرشيطة ولا بوسائل اخرى. انا كنحكو بحال هكا كيخرج بحال الفرماش. كندير بيضه وحده انا كافيه هاد الساعه، لان ما عنديش، ماشي كاع الازواج عندهم ولاد، باقي النص تقريبا ديال الازواج عندي عنده البيض. اذا النص الاخر اللي عنده الازواج الساعه كندير بيضه. ملي كيكون يقدر يكون زاد العدد، راه كنبدا ندير ديك الساعه جوج بيضات. هنا كنزيد بريد ميكس، كنزيد هاد البروتين. كنخدم انا بهاد الماركه ديال البروتين، ماشي مشكل. كما البروتين اللي عندكم راه خدام راه مزيان،
هذا بيرفورم اللي هو بروبيوتيك طبيعي، واللوفير دافيا. كنزيد على الباتي ديالي الان، وطبعا هذا كنزيد عليه الباتي سيش اللي هي باتي كوميرسيال، كنزيد هذا القدر هذا اللي هو 40 غرام، نزيد 40 غرام اخرى. عندي جوج باطيات اللي حلت الساعه، انا داكشي اللي كان في السوق اللي خديته سي دي و سميتها اورنيتاليا. بهذه الطريقه كما كتشوفوا عندهم في اقل من 5 دقائق راه خلط الباطي ديالي. دونك هاد لاباطي هادي راهي فريش، دابا راه نعطيها لهم انا كيدوزو بها الصباح حتى 12 مثلا نرجع من الخدمة، وديك الساعة نعاود نوريكم شنو كندير. على بركة الله نمشي نعطيو هاد الطيور طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان انتم دابا هذا هو الدخول الاول ديالي كيكون عند الطيور في الصباح. اذا اول حاجه كنتفقد بالعين بسرعه الاقفاص، اذا كانت كلشي الله يحفظ كلشي ممكن شي طائر طيح لتحت كنهضر على الاولاد، ولا شي طائر كبير اللي هو طايح ميت، ولا هذا كلشي ممكن. اذا كندور نشوف بسرعه الساعة، راه كل شيء بخير وعلى خير. كيبقاو مسألة ديال الولاد في الأعشاش الداخل، هادوك راه كنطلع عليهم من كان مرة في النهار كنجبد العش نطلع عليه باش نشوف واش كل شيء بخير وعلى خير. إذا هنا هذا هو الباطي ديالنا اللي خلطنا قبيلة، الإناث اللي عندهم الأولاد. هذا الباطي اللي كنت عطيت البارح بالعشية، حنا غنشوفو اليوم بالعشية إن شاء الله شنو هو الباطي. كنعطي جوج ديال المعلقات، على جوج معلقات بركة اللي غيدوزو اليوم حتى ال 12 إن شاء الله. كما قلت لكم هاد الشيء اللي كيساعدني في الخدمه، هاد لي ترومبون دابا انا كنعطي اللي عندهم الاولاد، كيمشي ليش اللي عندهم ترومبون غوز. هادي راه عندها ترومبون بيض وغوز، علاش؟ لان البارح فقصات، هما فقصات جوج، هو واحد زايد اليوم، وباقي عندهم جوج بيضات اخرين. إذا ما باقي ما عندها ترومبون بيض ديال القريع، انها راه قرقة. هادو عندهم غير الغوز، لان عندهم الولاد راه عندهم كبروا. Thank you.
كنبدا بالباطي هو الاول، كنعطي الباطي هو الاول، ومن بعد كندور نرد البيض ولا ندور نجمع البيض اذا كانوا بيضوا. وطبعا او ميم طون انا كنعطي البيض، راني كنراقب الحاله ديال الطيور، الاناث ولا الذكور، واش كاين شي مشكل، واش اللي غادا تبيض واش عندها مثلا سيبيا، عندها كل شيء. الا كان كل نساو بعض المرات هنا لوبسيرفاسيون، هنا فين كيكون فين كنقدروا نعرفوا واش درنا شي خطا ولا شي حاجه. وطبعا كيما هادشي كامل دابا، علاش؟ لان كنقول لكم ما عنديش الوقت كافي انني نبقى معاكم الصباح كامل الا السبت والحد. وزي السبت والحد راه كنديروا حوايج اخرى، ما كنبقاوش مقابلين غير الطيور. اذا خاصك ملي كتكون كتعطي الوقت للماكلة، هذاك هو الوقت اللي عندك اللي كتكون تراكم فيه. دائما كان كتلاحظوا، لا ما عرفتش كيبان ولا ما كيبانش، راه كنمشي نيشان للطيور اللي عندهم هاد الترومبون هذا غوص، اللي عندهم الاولاد. الطريقه راني كنكون عطيت الباطي للطيور اللي عندهم الاولاد. طبعا انتم كتشوفوا راهم كيوكلوا، اول حاجه كيديروا كيمشيو كيعطيو، هذا راه دكار ولا كيوكل ولادو كما كتشوفوا. مثلا الدكار ديال الزوج الاخر هو كيعطي للولاد حتى هو الماكلة. وهذا الباطي هذا كنخليه، هذا الباطي اللي كيبقى ليا هنا كنخليه حتى ندخل لداخل ونوريكم، كنخليه كنجمعو وغنخدم بيه مع 12 من الجيج. تاني حاجة كندير، كنكون قيدت انا البارح ملي كنكون كندور عندهم ولاد، كنكون قيدت بعض الاشخاص، قيدت النومر ديالهم. شكون عندي النومر ديالهم؟ قيدت مثلا هنا 27 42 39 27. شنو عندها 27؟ 27 هاهي كانت كتبيض، اذا خاصني نحيد ليها البيض باش
باش ما ننساش. رغم الناس بقى شنو كتعطل في البيض، ما عمرني ما مخرجت من هنا بكري وقيسها مبيضة، حتى كنرجع مع 12 كنلقاها حيد حيد كنحيد لها البيضة. شنو قلنا اخر 42 و 39، 39 راه هي خصني غير نقلب واش مازالت شي بيضة اخرى. لا عندها 5 بيضات، رغم ما زادش بيضة اخرى، اذا صافي راه ما كاينش مشكل. هادي 42، 39، 42، 42 حتى هي كتبيض، وحطيت ليها البيض البارح وعندها 4 البيضات. إذن دابا نقدر نتفقد الولاد واش كلشي بخير وعلى خير. شوفوا راه الطيور واكلين، المرة اللي كنكون عطيه بالعشية باش انا كنحيدو عليا الصباح، لان الصباح كلشي كيما قلت لك كلشي الوقت عندي من بدري، كنحاول ندير اغلبية المسائل كنديرهم بالعشية ملي كندخل من الخدمة، لان كيكون عندي شوية الوقت حتى 8:30 باش كيتفضى، اذا كنقضي غرض بالعشية. الصباح كنعطي غير داكشي اللي هو ضروري واساسي. كما كتشوفوا دابا راه 7 الا ربع، اذا خاصني نخرج باش نمشي للخدمة ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم، صباحكم مبروك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا هذه 7 و ربع، 7 و ثلث، ان شاء الله في طريق الخدمة. الغرض من هذا الفيديو هذا هو ان بعض الاخوان كيطرحوا سؤال، كيقول لك ما كيكونش عندنا الوقت، زعما ما عندناش الوقت بالنسبة للخدمة ولا القراية ولا أي حاجة كدير في حياتك، ميمكنش ليا ننجح في التربية ديال الطيور.
هو طبعا الى عندك حوايج اخرى اللي هي كتمنعك من انك تهلا في هذوك الديور، ما كاينش دير الديور، لان اصلا هذوك الديور مسؤوليه ونتحاسبوا على امام الله ان شاء الله يوم القيامه. اذا حاولوا ما امكن اننا ما نقصروش من حقهم، ما نتكرفصوش عليهم، لكن في نفس الوقت ماشي مستحيل اننا نكونوا كنخدموا في النهار، عندنا في الخدمه كما كانت الخدمه، واننا نجحوا في التربيه ديال الطيور. اذا هذا الفيديو هذا باش نوريكم ان ممكن، غير هو خاص شويه ديال التنظيم. اذا النهار كيبدا انا عندي مع 6 الصباح، هاد اليومات راه كي مع الفجر، واخا انا كنخرج مثلا مع 7 دابا، ولكن كنوض مع 6. علاش؟ لان الطيور عندي كيفيقوا مع 6 وقسمين، كيشعل عندهم الضوء كما شفتوا قبيله. اذا من غادي نمشيو وحنا ندخلوا عند الطيور مع 6 ونقضيو غرض معاهم ما امكن، نعطيهم داكشي اللي خصنا نعطيو، كنتفرغوا للحوايج الاخرين اللي في النهار، منهم الخدمه، منهم القرايه، منهم اي حاجه كنديروا. مين كنبقاو شويه عاكزانين كنقولوا واخا خلي حتى 8 و حتى 9 وهذا، الا فقت مثلا وانا خصني نخرج مع 7:15 وفقت مع 7 راس 4 ساعه ما عاد قادني ندير والو. اذا شويه ديال الاجتهاد من هذه الجهه. شخصيا انا كنخرج مع دابا الصباح، انا خارج دابا ما كنرجعش، ماشي ديما كنرجع بين 12 و2، نقدر نرجع بين 12 و2 نقدر ما نرجعش. اذا لا مرجعش بين 12 و2 راه الطيور كيبقاو، بيسو كنكون عارف راسي واش غنرجع ولا ما نرجعش، لان حتى الخدمه كتكون شويه عارف شنو عندك ما يدار. اذا ملي كنكون عارف راسي ما غنرجعش، راه كنعطي الباطي الزيت باش انه يبقى حتى للعشيه. ملي كنكون عارف راسي غنرجع مع 12 كنعطي الباطي على حسب داكشي اللي تنرجع مع 12. لكن 12 ثاني كذلك ملي كتدخل عندك شي حوايج اللي خاصك تكون درتيهم الصباح، ومع 12 عندك مثلا لنفرض عندك غير واحد الوقت محدد ديال ربع ساعه ولا ديال ثلث ساعه ولا نص ساعه مع الطيور. اذا خاصك تكون في هذيك نص ساعه وثلث ساعه خاصك تكون ثاني موجد مسائلك. اذا الصباح ملي كنخرج كنعطيهم باطي، كنكون حيدت البيض اللي حيدت البيض، بدلت اللي خاصني نزيد لها العش باش تصوب العش ديالها، راه عطيتها العش ديالها، اللي قيدت راني قيدت باطي كيبقى ليا، داك الباطي اللي شاط ليا كنديرو في الثلاجه. من بعد كنرجع كناخذ داك الباطي كنزيد عليه البيريا ولا اي حاجه بغيت نزيدها ماشي مشكل، وكنعطيه للطيور لهذوك اللي عندهم الاولاد ثاني، وكنعطيه اما الزوان ولا الماء على حسب الوقت اللي عندي، وكنعاود نخرج. والعشيه ملي كنجي كيكون عندي شويه الوقت زايد، لان الطيور كيبقاو حتى 8 د الليل شاعر عليهم الضوء، اذا ماشي مشكل. كتتصل مع 6 ولا 6 ونص، باقي عندك واحد ساعه ونص ولا ساعتين ديال الوقت مع الطيور، ماشي مشكل. ديك الساعه كتحاول تعطيهم المسائل ثاني، تبدل الماء، تبدل الماكله، باش انك في الصباح من تنوض ما يكونش عندك بزاف ديال الحوايج ما يدار. لان انا خليتي كل شيء للصباح ولا للنهار وانت ما عندكش الوقت ولا ما كتورغانيزيش الوقت ديالك، طبعا كيكون القصور. طبعا كتجي كتلقى الطيور مابقاش عندهم الماء، مابقاش عندهم الماكله، ماتوا بالجوع، الطيور اللي كيوكلوا ما عندوش باش يوكلوا، الباطي ديال ولا البارح. اذا هاد المسائل ولا هاد المشاكل كنوقعوا فيها من كيكون شي واحد شويه النقص في التنظيم. اما هو الصراحه الا كان عندك الكثره كتطلب الخدمه. الا كنتي كتعرف راسك ما قادش انك تكون قاد بهذوك الطيور كما كان العدد ديالهم كوبل ولا جوج ولا 100 كوبل، من الاحسن تنقص منهم ولا تحيدهم. ايوا المهم دابا هذه غير بين قوسين، وان شاء الله من نكون راجعين مع 12 ثاني ان شاء الله نحاولوا نديروا معكم فيديو اخر ثاني. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقاء، كي دايرين مع الصحه؟ الله يحفظكم. واليوم نص النهار الاولاني هو سالخ ديال الخدمه، واخا خرج شويه معطل، ما كنخرج مع 12 ولكن اليوم حتى الوحده. طبعا الصوت راه ارشق من ديال الصباح، لان الصباح كنكونوا شويه يلا اون ديماراج. والحمد لله حاجه اخرى اللي كتشجعنا حنا كموالي، كنظن الجميع غيكون متفق، هي ملي كتكون غادي تمشي تدخل لبيت الطيور غادي تمشي تشوف داكشي اللي خليتي الصباح كتكون متحمس. اذا الحمد لله هذه من فضل الله، واننا
هاد الهوايه حتى هي بعض المرات كنبقاو نقلبوا على المزايا ديالها، لان ملي كتشوف تماره وكتشوف هذا كتقلب على المزايا طبعا باش انك تشجع كل نهار وكتعاود ثاني تتحمس اليوم اخر ديال الخدمه ولا ديال التماره ولا اي حاجه. ومن هاد المزايا وما هاد الشوق ديال الرجوع للبيت الطيور وتشوف شي حاجه جديده، تشوف شي حاجه. طبعا بعض المرات كندخلوا كنلقاو الكوارث ولكن ماشي مشكل، هذاك الشيء توا داخل في الحساب، داخل في الهوايه. ايوا كما قلت لكم الاخوان، دابا ان شاء الله اليوم راه عندي هذاك الباتي اللي خليت الصباح راه في الثلاجه، غادي نجبدو غادي نزيد عليه ان شاء الله شي حاجه اللي هي خفيفه غير باش نعطيهم باش يصبروا حتى العشيه، حتى العشيه اللي كنعطيهم الماكله ثاني كنعاود نعطيهم البيض والكينوا كما غتشوفوا ان شاء الله معنا جميعا. غير هو دابا ملي غندخل انا عنديش الوقت بالكافي انني غادي نعاود ثاني ندور عليهم كاملين ونعاود ثاني ندير هذا، كندخل كنعطي ما امكن مثلا الماء، نبدل الماء اللي خصني نبدل، وكندير البيضات السلق ديال العشيه اللي غادي نرجع من الخدمه نعطيها لهم هي والكينوا، خصني نوجدهم ماشي ثاني نجي العشيه عاد ثاني نبدا ثاني نوجد، لان كل ما كما قلنا قبلها كل ما كنا منظمين وحاكمين الوقت كل ما كنربحوا الوقت ملي كنبغيو نخدموا. الا خليت جيت العشيه وخاصني ندير البيضات تسلق وخاصني ندير الكينوا الطيب وهذا، كنولي نضيع واحد 20 دقيقه ولا 30 دقيقه اللي كتمشي ليك في والو، فهمتي؟ تقدر تكون درتيها قبل. دابا ملي غادي ندخل ان شاء الله ملي كنكون نعطيهم الماء راه غادي ندير البيض تسلق وندير الكينوا الطيب وخلاص، من نجي العشيه نلقاهم كلشي واجد نعطيهم داكشي ديال باش علاش ان احنا مره اخرى احنا خدمه وتا مسائل شخصيه، لان احنا انت كمتزوج ولا كعندك الدراري اب الاسره ولا هذا راه خصك الوقت ثاني اللي تخليه للامور هي شخصيه. وراه قلتها في واحد التدخل في واحد مره في واحد الجمع العام واقيلا في النادي، ان التوازن ديال المربي كيمر بالتوازن الشخصي ديالو. الا بغيتي تكون ناجح كمربي خاصك شخصيا يكون عندك واحد التوازن، وشخصيا يكون عندك واحد ليكيليبر مع مالين الدار، لا عندك المراه لا عندك الدراري، تكون الدراري فرحان معاهم تكون كتعطيهم وقتهم. اما لك انت غير راسي وانا غير انا الطيور ورايا الطوفان، راه ما عمر المربي ما كيكون ناجح. هذه تجربتي ورايي الشخصي، طبعا يقدر يكونوا متفقينش مع الاخوان ماشي مشكل، ولكن كنظن انا بعض الاخوان غادي زعما يوافقوني الراي، لان ملي كتسالي كتسباب ديال الطيور وكتدخل البيت ديالك انت ولا كتدخل عند المراه ولا كتدخل عند ولادك، الا ما كنتيش مرتاح كتولي تعاود تهرب ثاني للطيور، والطيور ما خصهمش يكونوا ملجا باش انك ما تكونش سعيد في الشخصيه الحياه الشخصيه ديالك، بالعكس هما كيكملوا هذيك السعاده. انا هذا رايي ثاني، وكل واحد راه حر طبعا وكل واحد كيفاش كيتصرف وسط الاسره ديالو. وشكرا على الدعم مره اخرى ديالكم الدائم. طبعا الفيديو راه يقدر يكون طويل، لان غادي ندير هذا الفيديو غادي نجمع فيديو اخر وغادي ندير كل شيء، خصني الوقت باش نصاوب هذا الشيء كامل. كنشكركم مسبقا على الوقت اللي كتخسروه في انكم زعما تتبعوا وتقراوا وتسمعوا. طبعا ماشي كلشي كيقدر يسمع كلشي، هادشي عادي، حنا براسنا ملي كنكونوا كنشوفوا الفيديوهات بعض المرات كنشوفوا غير القليل وكنزكلوا الكثير. كنعتذروا للاخوان اللي كيديروا الفيديوهات وما كنشوفوش الفيديوهات ديالهم كاملين. وبالنسبه للفيديوهات ديالو لان اللي بغى يشوفهم مرحبا، اللي بغى يشوفهم مرحبا. طبعا انا راه ما كنديرش الاشهار لشي حاجه ولا وما كنقلبش على البوز، لان ماشي هو هذا الهدف. راه اللي كيقلب على البوز راه كيتحدى الملولي وكيدير الروتين اليومي. يلا تبارك الله عليكم الاخوان، ونشوفكم ان شاء الله في المنزل ان شاء الله. السلام عليكم يا الاخوان. كما قلت لكم انا درت هادو يطيبوا، درت الكينوا للعشيه ان شاء الله، والبيضه ديالي حتى هي للعشيه. هما وجدوا 18 دقيقه راسونات. الكينوا كنطفي عليها كنخليها واحد شويه في الماء. طيب والبيضه حتى هي كندير عليها
إذن كما قلت لكم دابا انا هذاك الوقت اللي طابت فيه هذاك اللي طابت فيه الكينوا والبيضه عطيت الماء للطيور 18 دقيقه بالضبط داكشي كرونومتري الحمد لله عطيت الطويرات الماء اذا الماء حيدتو عليا اليوم اذا الماء حتى الغدا بالعشيه دخلت ما عنديش الوقت دخلت مسخسخ دخلت عيان الطيور عندهم الماء ماشي غادي ندخل وعند ما انا مسخسخ مثلا وكنقول صافي وخلي الماء انا غدا اذا باش كنكونوا دائما الطيور عندهم داكشي اللي خاصهم اذا هنا هذا الباطي اللي خليت الصباح الباطي هذا كنزيد عليه انا البيريا وكنعطيه للطيور باش انهم يدوزوا به العشيه حتى بين ما جيت مع ديك الخمسه ولا سته ديك الساعه كنعطيهم الباطي ديالهم ديال العشيه اللي كيدوزوا به الاخوان انا الحمد لله دابا غادي نمشي للخدمه كما قلت لكم ها الكينوا موجوده العشيه ان شاء الله من جي البيضه هذاك شويه ديال الباطي راه كامل كنغطيها هذاك شويه ديال الباطي هذا باطي ناشف البروكولي ان شاء الله نعطيهم بروتينات ثوما وبريد ماكس هادشي اللي كاين ان شاء الله في الوليمه ديال العشيه بالنسبه للطيور باش يباتوا باش ينعسوا واكلين مع والديهم يلا تبارك الله عليكم الاخوان والى الملتقى ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان حنا عدنا ان شاء الله معكم واحد الدقائق ثانيه نشدوكم هاد العشيه راني دخلت من الخدمه الصوت كما كتشوفوا كيمشي ناقص شويه مع 12 كيكون بخير العشيه ثاني كيكون شويه ديال العيا ولكن الحمد لله على كل حال اذا كما كتشوفوا هنا الكينوا ديالنا اللي صوبنا الصباح غادي نشعل شويه ديال الضوء هذه الكينوا كما كتشوفوا هي غنيه بالبروتينات وبحوايج اخرى عده راني فيه درت واحد الفيديو ديال كيفاش كنصوبها حتى هي اذا ها هي كما كتشوفوا راه هي شويه فازقه اذا حنا كما قلت قبيله ندير عليها البيضه هي الاولى هنا كنخلطوا البيض كينوا كنشوفوا شويه راه فازقه ولكن ماشي مشكل كل ما نبدا نزيد عليها الباطي كنزيد على اي حاجه باش تشد فيها عطيت هنا بروتين شويه الثومه الثومه كنعرفوا راه انتيبيوتيك ناتوريل وبريد ماكس شويه ديال البروكولي البروكولي راه ديال الشركه ديال كويكو حتى هو اذا بهذه الطريقه حنا كنخلطو مع داكشي اللي كفازق راه كيمتص هذاك المهم كيشد الغبره اللي كنديرو حنا راه كتشد داكشي اللي فازق نزيدو على هاد كمية ديال الباطي وبهذه الطريقة ها هو الباطي ديال الليل موجود ملي كنقول الليل راه هي 6 ساونز ديال العشية بهذه الطريقه دخلنا دغيا بسرعه وجدنا الباطي لان كلشي كان تقريبا موجود ما خاصنا نطيبو ما خاصنا نصوبو ما خاصنا هذا لكننا كاع عيانين كنعطيو هادشي كنمشيو نريحو الماء عطيناه قبيله
الباطي عندهم الزوان راه باقي حتى لغدا عندنا نوبتو باش نبدلو. اذا راه كندورو غير دوره خفيفه كنشوفو الا كاين شي ولاد عندهم شي مشاكل ولا كاين شي طيور عندهم شي مشاكل كنحلوهم وكنمشيو نريحو حتى حنا باش نرتاحو، باش غدا ثاني الصباح 6 الصباح كتعاود نفس الموال. وهاد الايام راه على طول السنه راه هو هذه هي الخدمه. يلا تبارك الله عليكم اخوان، والى اللقاء ان شاء الله.